في إطار الشراكة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذت في عدد من محافظات عمليات تعقيم لمختلف المناطق الإسكانية والتجارية، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من أعضاء مجلس النواب ومتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، تتواصل عمليات التطهير والتعقيم الشاملة لمختلف المناطق الإسكانية والتجارية في المملكة. اليوم نشارك بمعية الإخوان في شباب متطوعي دار كليب وشباب القادسية في حملة تعقيم المناطق المحيطة بدار كليب ومدينة حمد، تحديدا في الدائرة 11. لعل هذه المشاركة الشعبية من قبل الناس ما هي إلا هبة واحدة، وهذه اللي عهدنا من المواطن البحريني. اليوم هذه جزء من لما نتكلم عن التكافل الاجتماعي، هذه جزء من التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي مش بس إذا تكلمنا عن الأمور الماديات، لا، حتى أمور الدعم وهالأعمال الخيرية تعتبر للمنطقة وللبلد ككل. وهذه طبعا كله تحت فريق البحرين اللي أطلق سيدي سمو ولي العهد. نفذت عمليات التعقيم المختلفة في منطقتي مدينة حمد وقرية سند، وذلك في ظل تغطية كافة مناطق مملكة البحرين بحملات التعقيم من أجل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، إذ عكست هذه الحملات تلبية نداء الواجب الوطني بمشاركة مختلف الشباب الذين هبوا بدون تردد إلى هذه الحملات، عاكسين روح التعاون والتفاعل الوطني فيما بينهم. طبعا الحملة هذه اليوم الحملة الثانية اللي نقوم فيها بتعقيم القرية بالتعاون مع جوالة شباب المالكية. هذه الليلة تشمل عدة فعاليات، من ضمنها أولا فعالية توزيع الملصقات وتوعية الأهالي بضرورة وأخطار هذا المرض. فعندنا ملصق تعاوني للجمعية والنائب لمركز شباب سند، وعندنا أيضا ملصقات باللغة البنغالية ومختلف اللغات. نرى الفرق في جميع أنحاء البحرين، وخاصة عندنا احنا في القرية دار كليب الصغيرة، الجمعية، اللجنة الأهلية مستمرة من بداية الأزمة، بداية الوباء إلى الآن في جهود مخلصة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. شملت الحملات التعقيمية في هذه المناطق عدة مبادرات أخرى، منها توزيع الكمامات على الأهالي ورواد المناطق التجارية، بالإضافة إلى توزيع كافة الملصقات التوعوية حول الوقاية من فيروس كورونا، والتي جاءت بعدة لغات مختلفة من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات. يجي عملية التعقيم هذه تقريبا ثامن حملة نقوم فيها جوالة، بتنقسم إلى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى الشارع الرئيسي، وراح ننتقل إلى الشوارع الفرعية وإسكان سند. تقريبا راح نعقم المحلات، المسطحات، المقابض المحلات أو المطاعم، بجانب الأرضيات اللي يعني فيها استخدام من قبل العمالة أو من قبل الرواد. يعني الحمد لله رب العالمين، جهود تثلج الصدر تبعث على الغبطة والفرح بأن يتكاتف جميع شعب البحرين من المحرق والمنامة إلى دار كليب والزلاق في فريق واحد لحماية هذا البلد. هذا وتستمر حملات التعقيم المختلفة في عدة مناطق بمملكة البحرين من أجل الحفاظ على مختلف المرافق العامة والسكنية، وذلك حرصا على سلامة المجتمع وتخطي هذه الجائحة بعون الله تعالى. في ظل مكافحة جائحة فيروس كورونا في مملكة البحرين، تعددت الجهود الأهلية والمبادرات النوعية والتطوعية المختلفة لتعقيم مختلف المناطق. هنا بادر أهالي منطقة سند في تعقيم المناطق السكانية والتجارية، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين.